مبنى المواصلات الجديد وتلة الشيخ يوسف في شرق مدينة حلب هي مناطق تمكن النظام بعد الغطاء المدفعي والجوي الكثيف من السيطرة عليها. ثم قدم الثوار من كل حد وصوب ليصدوا هذه الهجمة الشرسة، فها هي حركة أحرار الشام الإسلامية إضافة إلى باقي فصائل المجاهدين يدكون أماكن تمركز النظام وميليشيات حزب الله بقذائف الهاون محلية الصن. طبعا اعتماد كبير على المولها والمدفع جهنم، طبعا فيها هونات 120 80 160، مدفع جهنم 160 و220 وصواريخ بكر 50. الحمد لله رب العالمين، اني عندنا منطقه جبليه اللي هي تلة الشيخ يوسف، الحمد لله رب العالمين على مبدا قذف المدفع جهنم عليهم، هذا ادى الى انهيار مباني فوق رؤوسهم باذن الله تعالى. طبعا هني متمركزين في نقطه كثير حساسه هي عاليه تلة الشيخ يوسف، مكشوفين عليها، نحن في منطقة ثانية غير مكشوفين نضرب القنطري عليهم المدفع فيؤثر عليهم جدا. وقريبا من الخطوط الأمامية يبقى للسلاح الخفيف أهمية كبيرة، فالقنص وضرب الرصاص هنا لا يتوقف إلا للحظات، يلتقط فيها المجاهدون أنفاسهم ثم يعودون للدفاع عن مدينة بذلوا الغالي والرخيص من أجل تحريرها. بفضل الله سبحانه وتعالى في تقدم المجاهدين من جميع الجبهات، فضل من الله سبحانه وتعالى، ودحر الجيش فضل الله سبحانه وتعالى من معنوياته منهارة ومن دحر للخلف، فضل الله سبحانه وتعالى إعطاب يعني آلية عنده وقتل يعني كثير فضل الله سبحانه وتعالى من جثر الخنازير، فضل الله سبحانه وتعالى. ظن النظام وميليشيات حزب الله أن بإمكانهم السيطرة على مدينة حلب بسهولة، لكن لم يخطر ببالهم ما كان المجاهدون يدخرونه لهم. وسيد باشا نعلة تخمة تلة الشيخ يوسف مدينة حلب.